السلام عليكم. الترتيب والمقلوب، إذا اثنان أصغر من أربعة. إذا درنا المقلوب ديال اثنان خير ثاني واحد على اثنان، المقلوب ديال أربعة واحد على أربعة. إذا إلا قارنا المقلوب ديال اثنان مع المقلوب ديال أربعة شنو تلقى؟ واحد على اثنان هي 0.5، واحد على أربعة هي 0.25. إذا 0.5 أكبر من 0.25، يعني واحد على جوج أكبر من واحد على أربعة. في المثال الثاني عندنا 100 أكبر من 10. إلا درنا واحد على 100 وقرناها بواحد على 10، يعني المقلوب للعددين، واحد على 100 راه غتعطينا 0.01، واحد على 10 كتعطينا 0.1. إذا واضح بأن 0.01 أصغر من 0.1، أي أن المقلوب ديال 100 أصغر من المقلوب ديال 10. وبالتالي كملاحظة هنا كنشوف بأن الترتيب كيتغير، يعني اثنان أصغر من أربعة، المقلوب ديالها ولات أكبر من المقلوب العدد الثاني. نفس الشيء بالحالة بالنسبة للحالة الثانية. إذا كقاعدة، إذا كان أ أصغر من ب، بطبيعة الحال هنا أ و ب عددان موجبان قطعا ضروري، ما يكونش واحد سالب واحد موجب. فإن إذا كان أصغر من ب فإن واحد على أ أكبر من واحد على ب. في الحالة الثانية عندنا الحالة العكسية ديال الحالة الأولى، يعني إذا كان المقلوب العدد أ، يعني واحد على أ أكبر من واحد على ب، فإن أ أصغر من ب. نعطيه بعض الأمثلة. إذا كان مثلا واحد على 8 أصغر من واحد على 4، إذا 8 أكبر من 4. الترتيب هنا كيتغير. كذلك واحد على 16 أكبر من واحد على 32، إذا 16 غترجع أصغر من 32، يعني الترتيب